يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخذت من قريب لي مبلغا من المال كي أنتفع به، أخذت من قريب لي مبلغا من المال لكي أنتفع به، وقال لي لا ترده، ثم غلب على ظني بعد أخذ المال أن مصدره من الحرام، فهل لي أن أنتفع بهذا المال؟ إذا غلب على ظنك أنه من الحرام فلا تنتفع به، لا يجوز أن تنتفع بالحرام، وغلبت الظن تنزل منزلة اليقين، بل لو شككت أو شككت أنه من الحرام لا تنتفع به، فكيف بغلبة الظن؟ قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.